الرئيس الأمريكي جو بايدن كان ليه تصريحات أكد فيها أنه حل الدولتين هو الطريق أو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، وده الحقيقة بيتوافق مع الرؤية المصرية اللي بتتمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. من هنا بيجي سؤال مهم جدا، كيف يمكن الوصول لهذا الهدف، وهل يمكن بالفعل تحقيقه بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية أو ما طرحه جو بايدن؟ يعني هل ما قيل من الجانب الأمريكي متوافق مع السياسات الأمريكية السابقة؟ خلينا نستعرض هذا الأمر بالتفصيل. ضيفنا النهاردة اللي موجود معنا عبر تطبيق زوم هو الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس. أهلا بك يا دكتور في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. الرؤية الأمريكية هل هي متوافقة مع رؤية جو بايدن، أم أن كل الرؤساء الأمريكيين لطالما خاضوا في يعني هذا الأمر في العلن وكان في السر رأي آخر؟ برأيي أنه هذا جزء من العلاقات العامة، ضرب الرماد في العيون، مجرد ما يسمى بفتح آفاق يعني للفلسطينيين بحيث أن يتم امتصاص غضبهم أو احتوائهم أو التجاوز الهبات أو الانتفاضات التي قاموا بها. الأمريكيون ليسوا جادين على الإطلاق، لو كانوا جادين لكانت يعني منذ ريغان في الثمانينات الذي تحدث عن وطن قومي للفلسطينيين، ولكن حتى اللحظة بعد مرور 40 سنة تقريبا لم يحدث شيء. فكرة حل الدولتين فكرة أصبحت هلامية وغامضة جدا، على الأقل بالنسبة كما يطرحها الغربيون، لأنه اتفاق أوسلو مثلا كان يمكن لاتفاق أوسلو أن يترجم تماما إلى دولة فلسطينية، ولكن واضح أن كانت السياسات التسويفية والتأجيلية ومحاولة إدارة الاحتلال وليس حله، كل ذلك أدى إلى أنه حل الدولتين يعني يتضاءل ويتآكل جدا من خلال عمليات الاستيطان، من خلال عمليات ترسيخ الاحتلال، طرد الناس، محاولة تخفيض السقف القومي والمطالب القومية للفلسطينيين. بالتالي ما برأيي أنه يعني أنا شخصيا أشك كليا فيما يقوله جو بايدن حول حل الدولتين، وأنا أعتقد أنه هذا ذر الرماد في العيون، وكما قلت محاولة إدارة علاقات عامة مع الشركاء، مع الأصدقاء، مع حتى مع الفلسطينيين، ولكن ليس الأمر ليس كذلك. طيب دكتور، الحقيقة لو تابعنا حتى تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، قال يعني استمرار الحرب سيعطي حماس ما تريده. ده كان تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، وده يمكن تحول إلى حد ما في الرؤية الأمريكية. يعني كانت في البداية تتحدث أنه يجب أن تدعم إسرائيل لأنه يجب أن تقضي على حماس. عايز أعرف من حضرتك سر هذا التغير ومعنى هذا التصريح إيه يا فندم؟ لا، برأيي أنه حتى اللحظة اللغة الأمريكية هي مش لغة واحدة، هي لغتين. في لغة من جهة لغة تحاول أن تكون متفهمة، مراعية، تتماشى مع على الأقل إلى حد ما الشارع الأمريكي الغاضب، حتى هناك غضب في الإدارة الأمريكية نفسها، حتى غضب في وزارة الخارجية، حتى يعني امبارح تفوجئنا بانه حتى في موظف كبير من السي اي اي تتعاطف مع الفلسطينيين. صحيح. بالتالي هذه اللغة، ولكن اللغة الاخرى اللي هي اكثر اللي بنشوفها التي نحسها ونشعرها على الارض هو الدعم الكامل لما تفعله اسرائيل، التبني الكامل للرؤية الإسرائيلية في إدارة الحرب. الان هل هناك خلافات معينة تكتيكية سياسات يعني قصيرة المدى؟ نعم، هناك بالتأكيد، لأنه نتنياهو أصبح عبء على الإدارة الأمريكية، عبء كشخص مش ككيان، لأنه نتنياهو يحاول أنه يعني يتلكأ في تنفيذ الوصايا الأمريكية أو حتى الأوامر الأمريكية، يتلكأ فيها، يؤجلها، يحاول أن يفسرها بطريقته، لكن في نهاية الأمر القرار. لكن دكتور، البعض يرى أن بالفعل هناك تراجع إلى حد ما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن هناك أخبار خرجت أمس أنه المسيرات الأمريكية أو الطائرات الأمريكية لم تعد تحلق فوق أراضي غزة أو فوق قطاع غزة وقت الهدنة.
صحيح، هذا صحيح، لانه ايضا الاداره الامريكيه دفعت او دعمت باتجاه الهدنه لاخراج الرهائن الامريكيين وزياده المساعدات، ولكن ايضا يجب الا ننسى انه الحرب على غزه او الحرب على الشعب الفلسطيني هو شراكه امريكيه وقرار امريكي ايضا لاسباب مختلفه، ولكن يعني هذا الامر يجب الا لا يعمينا وكانه الاداره الامريكيه في واد والحكومه الاسرائيليه في واد، لا مش صحيح هذا الكلام على الاطلاق، ولا ايضا ولا يجب ان نصدق انه اسرائيل ترفض الاراء الامريكيه او كل ما يحدث هناك، لا ترفضها، تؤجلها، تفسرها بطريقه مختلفه، تعمل على محاوله افراغها من مضمونها، ولكن اسرائيل لا تستطيع ان ترفض لامريكا طلب على الاطلاق. ولهذا السبب اقول ما اقوله انه الضغط يجب ان يكون على الاداره الامريكيه، اقناع الاداره الامريكيه بضروره حل الدولتين كما نراه وكما يرى ايضا القياده المصريه، حل وقف الحرب كما نرى نحن مش كما ترى اسرائيل. وحتى نكون واضحين اكثر هنا، الاداره الامريكيه لها رؤيه حول غزه، هذه الرؤيه تبدو من الخارج وكانها يعني تفضلي. لا يا فندم تفضل. تفضلي سيدتي. لم اقل شيئا يعني يا فندم تفضل. لا متاسف متاسف، ما اقوله انه قد يبدو أن موقف الإدارة الأمريكية إلى حد ما مختلف عن ما تفعل الحكومة الإسرائيلية، ولكن في نهاية الأمر على الأرض نحن نرى أن هذا الأمر متطابق أو الرأيين متطابقين في استمرار الحرب على قطاع غزة، محاولة ترتيب البيت الفلسطيني كما تريد إسرائيل، محاولة قيام بسياسات مما من شأنها أن تخرب وتدمر وتقتلع القطاع غزة، حتى التهجير الإدارة الأمريكية لم ترفض ذلك فعليا، وبالتالي أنا شخصيا مش مع اللي بتقول إنه الإدارة الأمريكية يعني مختلفة أو متناقضة، لا هي قد تتناقض مع سياسة نتنياهو ولكن لا تتناقض مع سياسات الكيان الإسرائيلي، قد تتناقض مع سياسة الطهم الحاكم اللي هي متطرفة جدا، ولكن أيضا في نهاية الأمر تريد إسرائيل الأمن كامل الأمن، تريد لأنه تنهي أو تفكك الحركة الوطنية الفلسطينية بما يكفل لإسرائيل ضماد الأمن في عموم فلسطين التاريخية. صحيح. طيب يعني بالحديث عن ازدواجية المعايير وفيما يتعلق بحل الدولتين وما قاله جو بايدن النهاردة، يعني الأمم المتحدة بتحتفل بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويصادف الأمر أن هذه المنظمة هي التي أقرت تقسيم الدولتين، هي التي أعطت لليهود وطنا داخل أرض عربية، وعلى الجانب الآخر تعطي للفلسطينيين يوما للاحتفال بالتضامن معهم. تعليقك مع ازدواجية المعايير الأممية اتساقا مع ازدواجية المعايير الأمريكية. ازدواجية المعايير والنفاق الغربي هذا معروف جدا جدا، حل الدولتين لم يطبق لأنه المجتمع الدولي تكاسل في ذلك أو تناسى ذلك أو تعمد أن يتناسى ذلك، ومنذ 74 سنة لم تقم دولة الفلسطينيين، وكما أنه حل الدولتين أيضا النظام العربي لم يحله من سنة أيضا سنة يعني من سنة 74 سنة حتى اللحظة، لم إلا أيضا النظام العربي تكاسل عن ذلك أو تناسى أو ضعف عن ذلك أو عجز عن فعل ذلك. لهذا السبب إحنا نفوز بكل ما هو رمزي والإسرائيلي يفوز بكل ما هو ملموس وواقعي، بمعنى الإسرائيلي مش بس أقام دولته على القرار 181، لا، والآن بعد سنة 1967 احتل كامل فلسطين التاريخية، والقرار 242 و338 الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية أو الانسحاب من أراضي عام 67 لتحتلت عام 67، إسرائيل رفضت ذلك حتى اللحظة، وبعد 54 سنة الآن عندما ننظر إلى الأرض المحتلة الفلسطينية سنجد أنه من الصعب جدا إقامة دولة فلسطينية، من الصعب بشكل كبير جدا لأنه هناك احتلال راسخ واستيطان منتشر. ولهذا السبب فكرة حل الدولتين، نرجع لحل الدولتين الآن من الصعوبة بمكان، بمعنى حتى أكون واضح، حتى يحدث هذا الحل يجب أن يمارس ضغط على إسرائيل، مش بس ضغط دبلوماسي ولا نصائح من نصائح بايدن، لا، لأن إسرائيل بتهمتها الحاكمة وتوجهها لليمين
كجمهور متوجه لليمين من الصعوبة بمكان أنك تقنعه بالانسحاب. لذلك الضغط على إسرائيل هو ضغط حقيقة مش بس دبلوماسي، لا ضغط مختلف ومتعدد حتى تقوم دولة فلسطينية. لهذا السبب حل الدولتين الآن أصبح قصة كاملة، مش مجرد مطالبة، مش مجرد نقعد على الطاولة، مش مجرد أنه بايدن بكلامه اللطيف الناعم اللي بتحس أنه ماما تيريزا أنه يصير حل الدولتين. مسألة صعبة جدا جدا جدا. الآن في حوالي 220 مستوطنة، فيها حوالي نص مليون إسرائيلي مستوطن. هؤلاء بيأخذوا كل شيء عندنا، يعني طبعا احنا نشارك معه في كل شيء، الأرض والشارع بيأخذوا كل شيء، كل المي، الشوارع، الأرض، الثروات، المي اللي تحت الأرض، الارتوازي، الماء الارتوازي، كل شيء، الفضاء، كل شيء بيأخذوه. وبالتالي حتقولهم تفضلوا اطلعوا، لا قصة يعني بدها جهد هائل. إذن يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت في حديثك منذ قليل عن رؤية أمريكية حول قطاع غزة، لكن لو هننظر للصورة الأكبر وحتى الرؤية الأمريكية للأراضي الفلسطينية، إن كانت ضفة القدس أو حتى قطاع غزة، وبالاعتبار أيضا أو بالنظر لمبدأ حل الدولتين، هو بالفعل في أمر واقع أنه في فلسطينيين موجودين في هذه الأرض وهم أصحاب الأرض وفي دولة إسرائيل. يعني وجهة النظر الأمريكية في التعامل مع هذا الموقف هتكون إيه؟ لأنه الوضع سيبقى كما هو عليه، يعني في ناس عايشة في الأرض دي. المرة أخرى سيدتي، أمريكا تدير الاحتلال ولا تعمل على إنهائه، تدير هذه الأزمة ولا تعمل على إنهائها، وتحاول جدا أن تجد ألف طريقة وطريقة. لكن أمالا بهذا المبدأ يا فندم، إسرائيل لن تكون في أمان أبدا. يعني دكتور أحمد، يعني إعمالا بهذا المبدأ أنها تدير هذا الاحتلال، الهدف الأول للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون إسرائيل آمنة، لن تكون إسرائيل آمنة إذا فقط توقفنا عند إدارة الاحتلال. هذا جزء، كل احترامي لك، هذا جزء من الرؤية الاستعمارية الخاطئة واللي دائما تبقى أنه يعني تقبل عدم الاستقرار من أجل الاحتفاظ بالأرض. وبالضبط هيك، يعني إسرائيل وأمريكا تقبلان إنه يصطدموا ويشتبكوا، ما مش بس مع الفلسطينيين، وحتى مع الإقليم العربي، ومن أجل أن تبقى إسرائيل تحتفظ بالأرض. ليه تحتفظ بالأرض؟ لأنه في تيارات حاخامية وتوراتية تعتقد إنه دولة التوراة في الضفة الغربية المحتلة ويجب الاحتفاظ بها، وبالتالي هم بيغامروا بحروب من أجل إبقاء الاحتفاظ بالأرض. ليه؟ لأنه حتى اللحظة لم يدخلوا حرب حقيقية. لهذا السبب هم بتشجعوا أنه مديروا الاحتلال، يقول لك أنه هاي حروب هادئة منخفضة الوتيرة، بتأثرش على العالم، وبالتالي ممكن نفوت هاي الحروب أو ونتعرض لبعض الخسائر من أجل أن نحتفظ بالأرض. لذلك عندما هنا المسألة أنه عندما تشعر أمريكا وإسرائيل أنهم بيخسروا على مستويات عديدة، عندئذ بيفكروا بتسوية حقيقية. أما حتى اللحظة هم بيعملوا عمليا طرق التفافية، مبادرات، أفكار، قرارات حتى أممية يتم إفراغها من مضمونها، اتفاقات هنا وهناك وأيضا يتم إفراغها من مضمونها. الجديد أنه إسرائيل بتقول أنا مستعد أو أنا أستطيع أني أطبع مع العالم العربي دون حل القضية الفلسطينية. هنا الخطر الشديد، وهذا أيضا بشجعهم أنه ما يحلوا مع الفلسطينيين. لهذا السبب إحنا كفلسطينيين يعني منفوت بخسائر، لأنه يعني أيضا بندفع ثمن الخسائر والهزائم اللي كل حوالي. تأكيد. طيب هل يعني نحن بحاجة إلى تطبيق عملي لهذا الأرض؟ يعني المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت أن تصريحات بايدن حول حل الدولتين يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة. برأيك ما هي هذه الإجراءات؟ روشيتا لصانع القرارات الأمريكي إن أراد أن يحقق فعلا ما قاله علنا. الدبلوماسية العربية برئاسة مصر والسعودية والأردن وكل من يريد وخطة في الخليج، هذه الدبلوماسية العربية التي ترى في مصلحتها أن تحل القضية الفلسطينية تستطيع أنه تعمل جبهة إقليمية عالمية دولية من أجل بلورة هذه الخطة، هذا البرنامج، هذا الإجراءات العملية اللي يعني تبدأ من 1، 2، 3، 4 من أجل ضغط باتجاه حل الدولتين. بمعنى أنه يجب أن نخرج من دائرة الكلام والتمنيات والدعوات إلى فكرة تكوين جبهة حقيقية عربية بالأساس،
عربية بالأساس تضغط من أجل تشكيل هذه الجبهة الضخمة الكبيرة، أعتقد مش بس أمريكا، لأنه أمريكا أثبتت أنها لم تستطع أن تحل، فشلت كراعية، فشلت كوسيط، لا هي شريك، هي شريك في الحرب، وبالتالي لا يمكن لها أن تكون أيضا راعية لعملية تسوية. صحيح يا دكتور، وأعتقد يعني زي ما حضرتك ذكرت إحنا دولية نعم كبيرة من أجل بلورة هذا البرنامج، هذه الإجراءات نعم. من أجل تشكيل الحكومة، أو يعني بلورة نعم اجراءات حقيقيه زي ما حضرتك قلت يا دكتور. يعني بنؤكد على كلام حضرتك، اعتقد انه بما ان امريكا اصبحت الان يعني بمثابه شريك في هذا الصراع الدائر، فاعتقد ان احنا خلاص تخطينا مرحله الحديث الناعم زي ما حضرتك ذكرت، او التصريحات الناعمه. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبليه بجامعه القدس.